يابا اليوم حلقة جديدة همينة ما نطفي وشوفكم ياكلها. هذا البارحة كان وين؟ بالباب مالتنا، باب الفندق. اعزائي احبائي بلدات اكبادي، هاتش ليدي وك، وياكم انس ابراهيم من كينيا. I'm coming to you from Kenya with Evelyn. Hey Evelyn. تفاصيل. I'm gonna give them تفاصيل. تفاصيل. اوكي، اليوم حلقتنا عن التفاصيل. بالفترة الأخيرة عجبني كان كلش أنه أسوي طريقة أنه تقدرون تتصلون بيه عن طريقها. فسوينا رقم تليفون فقامت تجي رسائل. رسائل تجاوب عليها العلياء. مرات فيرة ومرات عانية أدخل. وبجمالية أقرأ الرسائل. توصل رسائل رهيبة. ناس تعرف شو تريد مثلا. توصل رسائل. أنا شفتك بجورج تاون، ممكن التفاصيل دائما قصة التفاصيل هاي مثلا. تفاصيل تفاصيل يابا، هي مو هيج القضية. هو حتى لو أجي أشرح لك يعني رأي لك مثلا فيديو 4-5 ساعات، مو لا تريد التفاصيل. حكي وين الآن؟ تفاصيل موجودة. وين؟ جنا نسوي بودكاست زنجين بلس موجود على الباتريون. شنو هو البنت؟ تقولي شنو هو الباتريون؟ انتهى الموضوع. لا تفاصيل ولا تجي تدرس ولا. مع ذلك مو مشكلة. دا أسوي هسه أنا عكس كل اللي أؤمن به من هذه الناحية. يعني قبل واحد يسأل أنا أقول شنو، يعني معقولة أنت ما تعرف شنو باتريون؟ هسه نجاوب شنو باتريون. محفوظين البقى والسلامة. طبعا هاي السيارة تشكشك، هذا المنظر يخبل لأن الورهاكز هناك سكننا قبل شوية من الأسود. وهدوء فظيع غيابة. ترى اللي يريد يسوي شغلة، الموضوع يراد لأخذ الخطوات الأولى. الواحد يسوي ريسيرش عن الشغلة بس لا يسوي نفسه يفتهم، يعني مو بسبب الريسيرش انتهى الموضوع. هسه أنا بديت أنه أريد أجي لهنا. يلا يا برد أجي لهنا. سويت بحث يعني شفت اهميت فتهمت أكو دولة اسمها كينيا، أكو غندا، أكو شنو الناس وين يروحون، شنو الفرق أنه هذا البارك مملوك من الدولة أو تملكه الناس الأصليين النيتيفز اللي بالمنطقة. يعني فتهمت لي كم شغلة. هسه رحت الى خبير بهذه الشغله. تعرفت على بنيه بجنوب افريقيا تشتغل سياحه. قبل ما تشتغل سياحه هي تشتغل او كانت واقعه بمشاكل كثيره. شلون؟ انه هي محفظين البقى والسلامه كانت تاخذ عائلتها وتسافر، يعني مرة بأشياء أنه شنو الزين وشنو مو زين، هذا بيمشي زايد هذا. وبدأت تتعرف عليه. وهاي القصة هي بوحدها راد لها حلقة. كن قاعد يعني مو هيك قاعد بندور على ال شو اسمه الفيلة. هسه أنا حبقى مشغل التليفون لحد ما نلقى الفيلة ونشرب قهوة وهدوء وكل شيء ما عندنا. خلينا نرجع نشكل هذا المايكروفون. And we talk about تفاصيل. I love this word. فهي أنت مو تريد يعني تفتهم شلون. Oh, you don't have to wait for me. It will look cool if you drive. But I think she's looking at some. Yeah, no, I will talk forever. God bless Ladybug. I call her Ladybug. She's used to me. إيه يابي. هسه شوي نعلي صوتنا يابا. بالنسبة للتفاصيل الواحد يبدي يبلش خطوة. شنو هي الخطوة الأولى مثلا؟ انت صلت بشركات مال سياحة يا برد، اروح دزولي باكجات، قمت شوي شوي افتهم اكثر، بعدين رحت. يعني ما امن الا انه اكو فد احد يعني خلينا نقول خبير بهاي الشغلة انه يساعدني. ما اريد هو نفس الشخص اللي دي يبيع لي الشغله هو يسوي لي اياها.
فلا تريد كل شيء ينكتب لك بتعليق او برسالة. غير عادي وطفت. ها طبعا مو هي حاطي لها اوتوماتيك انه اول ما توقف تطفى. ان هواي نوقف ونتفرج. شلون سيارة طبعا. شلون سيارة وينكم من عديك. اروح حسان حسدتها وطب توقف. انا ما امر بهاي الشغلات. فيا احبابي. انت تكرمون زربوي. أصير أفكارك مثل هذه الزربة. يا عيني يا قلبي افتهم الموضوع شوية شوية، مو إلا كله تفتهمه. والله شفتك بجورج تاون، شلون هسه يعني جورج تاون؟ أرد أجي جورج تاون، مو هيك مو هيك مو هيك الموضوع، مو هيك مو هيك. الإنسان يبدي يعني شو أسوي طبعاً بالناس اللي أشتغل وياهم. اشتغل وياهم انا اتمنى طبعا. انا لا عبالك اشتغل وياك على مود فلوس، لا 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 لا. انا ما اشتغل وياهم الا الناس اللي احبهم يعني احد انا يعجبني مثلا اشتغل وياه، مو قصة فلوس. انا ترى كل فلوس الاستشارات هي حتى اكو احد يقدر يجاوب عليكم، اقدر ادفع لهم راتب وتتنظم حياتنا وما نصير 56. ف ما اعرف بس اطلع وجهي اطلع منه شنو الحلقه هاي. تشوفون الحيوانات انت تركض لا بس انا والطيور هذني بس شوي شوي اشوف لكم فتشي. اي ابي ما تجي كلها بالرساله، بالرساله اللي تعرفها كلها مو هيك عيني مو هيك. كواي ناس تجار، اكواي ناس عنده بزنس يريد يحل المشكلة مالته بس ما يقبل، يريد يقول لي قبل ما احكي وياك قل لي شلون حتحل مشكلتي. ها شنو شنو هالمنطق هذا؟ هو هسه اي اثنين عندهم اي شيء غير المفروض اكو ذول الاثنين غير يحكون يعني مثل ايام زمان يعني انا وجها لوجه اثنين يحكون بفد شغلة. وين حتجيبنا على النهار؟ اسكت وخليها. غير نحكي يعني؟ نحكي. بافلوس؟ عبرا. هذا نيتشه. What is this? Running. Wilder Beast. يلا هم تتونسون وهم نحكي. واحد صديقي بالعراق دي يسوي فد شغله الفت قناه تلفزيونيه يعني دني ما اربيهن ومطقطقهن كله. قبل ما احكي وياك ممكن تنطيني ايش قد التكلفه؟ انا مو هاي شغلتي حبيبي، انا ما ابيع لك، انا ادليك على الناس اللي تسهل حياتك، الخبراء اللي يسهلون حياتك. تحياتنا لأفلين. شنو الجمال هذا؟ يوم اللقطة يوم اللقطة وداعة التفاصيل. هسه سموا بسم الله. هل لاصت حبيبي لاصت حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أي 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 بسم الله بسم الله بسم الله. يلا بخيلها 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 بخيلها. علي وياك علي وياك علي وياك. هاي راد لها علي. اي عفيه سي علي. اي يا ابا اتعلموا انه تحكي ويا واحد على فد شغله. عمي انا من جيت لهنا أريد أشتري كاميرا، كاميرا غالية غالية غالية، عدسة كلش غالية. طبعا عاجبني أقول الأرقام، والله السيد الوالد يقول لي بعد لا ابني ما يصير تحكي بالأرقام، لا مهم إن الواحد يحكي بالأرقام يعني غير أنا بنفتهم. بالكلتشر الأمريكية ما يحكون بالأرقام. همينا هاي حلقة، اكتبوا لي إياهم بالتعليق، نطلبك حلقة إنه تحكي لنا بالأرقام. وليش مهم إنه الواحد يحكي بالأرقام؟ وليش الثقافة الأمريكية ما يحكون بالأرقام؟ هذني راد لهم باتريون.
زين وكتبوا لنا هاي قبل شوي شنو الحلقه كانت ما اتذكر ها على هاي الخبيره اللي سوت لي السفره كلها وهي مو هاي ليش الارقام مهمه لانه اني هسه سوري قبل هذا ليش الارقام مهمه لانه اني هسه اذا اقول لك سعر الرحله اولا الوالد يطلقني هاي بدون تكت وطيارات وما ادري شنو بس شنو الامريكان ليدي وقت تفيك تروح على الاطباء اللي يشتغلون وياها بالهذا كلهم لو تدرون انس ليش حصل السفره اي حبايب فالارقام مهمه فانت تريد تعرف السعر وتريد تعرف التفاصيل كلها قبل ما تشيل التليفون وتحكي زين غير اعرفك مثل ما هاي هسه عرفتني انا منو ام الترافل ايجنت شنو اللي يعجبني شنو اللي ما يعجبني شلون انا ما ادور حياتي اللكجري مع انه هسه كلش لكجري ترى عادي ما عندي مشكله اللكجري ولا ما ادري شنو يا بتراي لا تعاملين مثل الامريكان البيض مع انه جايب لك وحده امريكيه بيضه اتمنى الصوت حلو وزين مشتاق لكم فحبايب من تريد تدز رساله الو اعزائي لي قدام انت شلون حصلت على الرقم غير شفت هذا الفيديو يا بشلون ممكن احجز مكالمه ويا انس حيدزوا لك الرابط وحيدزوا لك تعليمات زين تقراها للتعليمات اقراها للتعليمات يا عيني اذا انت التعليمات ما قارين بعدين الرابط ما تدوس عليه دوس يا معود شبيك خايف استعمل البعبوص مالك دوس طلع لك الرقم اوكي هذا الحمار الوحشي حياتي يا حمار يا وحشي اكتب انت شخص مالك دخل ما تريد استشاره تريد يا برده اوصل رساله دز رساله صوتيه دزوا لي اياها اهلا وسهلا انا فلان الفلاني ولا تقول مثل ما تعرف ما اعرف انا تعرف مثل ما تعرف اقول لكم شلون يعرفون ليش البارحه شفنا الفهد هذول الحمار الوحشي كلهن على غفله يقوم يباوع باتجاه واحد شاف شلون اهل المنطقه يلتمون من صر عركه هلو البعض 99% فقط متونسين انا وياكم وال يعني مفتهمين الموضوع انتوا بعد ماكو داعي حياتي والله حبيت يعني لك والله اتمنى احكي وياكم بس هذه الحياه انت حتى تحصل عليها راد لك تعب وشغل وجهد ومو ولا كل شيء تفتهم لي قدام يعني مثل ما واحد يتعلم سياقه يعني شلون حتتعلم سياقه من اول لحظه شلون اسوق كلها تريدها هسه بتقم توان شوي شوي تتعلم تحكي تروح المعلم المدرس بعدين هذا المدرس اللي يدرسك هسه تروح تجرب تمر بتجارب اول مره تعلق بالطين بعدين شوي شوي تطلع مو هي هاي حياتي شي اوكي انت بيش حتفيدني حبيبي انت الحلم مالك تريد توصل له ما تريد تريد توصل له لا تعت وتلت لا تعت وتلت انا شخص صديقي عبد الله يقول لك واحد عندي مهم جدا شخص بالصين يقول تدري هذا جيد ممكن يستفاد من عندك بس يقول انت شايل خشمك عمي ما شايل خشمك بس اني الاثباتات اللي عندي والشغل اللي مسوي هو اللي يحكي كميه الناس اللي مساعده هسه صاعداني وياها الابنين رايح خطيه طبعا هاي كاتبه كتاب وهاي هاي على بالكم هيك وصلت لها واو هذه كاتبه كتاب ماخذة جوائز لأنه هي أول امرأة تشتغل بقطاع السياحة في كينيا أوكي كجايد هذه لعبكم ويجي يعني مختارة خطية رايحة مقدمة على فيزا لأمريكا أكثر من مرة خلينا نوخر شوية نحط الهواء 3 مرات مقدمة ونعطيها رفض
هسه قلت لها لازم نشتغل عليها، واني اخلي هذول اللي ما يفتهمون بالسفاره لان تحكين وياهم بالطريقه الطبيعيه اللي لقيتيها اونلاين يفتهموك وتحصلين على فيزا 100%. زين هاي شنو يراد لها؟ يلا قل لي شلون. لا ما حقول لك شلون. ليش؟ لان راد لنا شغل 8 اشهر. 8 اشهر راد لنا شغل. اعلمك الزمك انت تسويها كلها بيدك. ان شاء الله سفد يوم تشوفوه وياي بامريكا، وهذا الاثبات. ايش راح يصير بعد من نحكي؟ ما بدي اوخ روحي. قر 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 انا رجال اعطيك نتائج، عجبك ما يعجبك الكلام مالي. طبعا البقيه انتم اللي تفتهمون وتعرفون اللي تحبكم. اوكي ولا حد يقول لي انت جايبين ريوقنا ويانا بعدنا ما متركين. تدرون هاي هنا العالم تقعد 4:19 تقول لازم نطلع على مود السان رايز، نطلع من الغرفه لانه 11 دقيقه مشي للمكان مال اللقاء. يريد يتعلم مع الزرافة لك الجرافت. والزرافة ما يرشفها، وهذه زرافة أخرى. الله 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 أيوب راح ظهري أويلي. لك خرب عرض صنع هاي السيارة. هذه لاند كروسر 70 سيريز. هلا راح اشوفكم الزرافه. يلا مستعدين تفاصيل. Are they gonna run away if we get closer? They hate the car, right? Yeah? باباتي حبيبي شو قاعد تفكر ذولا؟ لا يا ابي انا اريدكم، اريد ناس وياي تجي للسفره. اريد كل حب نطلع اوف رود. هو اساس مو كله، هو المكان كله اوف رود. لا تقول لي دي يسجل انا. هاي ها يلا بعد ايش تريدون؟ والانترنت قد صارف عليه فلوس حتى وصلنا هنا. عندنا واي فاي وساتلايت بس ما يشتغل الا نوقف وتحركه، يعني مو احنا بدنا نتمشى. ما ادري شوفوها بس طويل. صبر 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 على كل شيء صبر. من تطيها فنتك تطيها فنتك. جتك زرافه ولا ما جتك؟ انا رجال نتائج مو بس حكي. زين شو تريد انت انس؟ يعني انت شنو انت تسوي؟ بدك تحكي صار لك فتره بهذا الموضوع. شريد هاني فرحان اكو ناس ساعدتهم وتغيرت حياتهم. طول الموضوع سنه وسنتين، فهسه بديت ما اريد بعد بس حكي، اريد اساعد الناس، تساعدهم تاخذ معدهم استشاره. يعني شلون ادفع للموظف؟ عيني انا بدي اجاوب رسائل. انت ليش ما تحكي بغير طريقه؟ حبيبي تريد نتائج لما تريد نتائج. رجال عايش حياتي
زين ست ليش يعني ما فرحان؟ لوك سعيد سعادة مو طبيعية. Lady Bug, how happy I am. Very happy. Now, when I look grumpy, am I happy or not? Like, I'm still happy even though I look grumpy sometimes. Yes. Yalla. Evelyn, say yalla. Yalla. Yalla means let's go. يلا 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 حبايب لا حد بس حكي اريد عمل تعال احكي وياي اول مره وبعدين حتفتهم احكي وياي وبعدين حتفتهم التفاصيل وغير افتهم مكاني بالاول اسوي لك خطه لحياتك كل الحب لكم ناظر لو أسوي مليون استشارة لا إيش دعوة عشرين ألف استشارة طلع فلوس هاي المناظر باي باي